امتداد الأفكار المنتخب من كلام سيد الأبرار الإمام العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، أقرأه على شيخنا نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب الصلاة على النبي بعد التشهد. اعلم أن الصلاة على النبي واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير. فلو كان بقى من خصائص مذهب الإمام الشافعي إن جعل الصلاة على النبي من واجبات الصلاة بحيث أن الصلاة تبطل بغيره. كل المذاهب غير الإمام الشافعي سنة بحيث أنه لو فاتته الصلاة صحيحة ولكن فاته الزوال. الشافعي يقول لك لا صلاة لمن لم يصلي على النبي، شكلها وحيد مذهب الإمام الشافعي. عشان الحتة دي وحدة الثانية. فلو تركها فيه لم تصح صلاته ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الآل سنة زي الباقي، يعني هو إيه الصلاة على آل النبي دي سنة زي باقي المذاهب، لكن الصلاة على النبي نفسه دي ركن من أركان الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. فلا بد أن يصلي على النبي، لا صلاة لمن لم يصلي على النبي، يعني لا صلاة صحيحة بمذهب الشافعي. ولا تجب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب. وقال بعض أصحابنا تجب، والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومتأخر الشافعية يحب يضيف لفظ السيادة عند اسم النبي، يقول إيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يقدموا لفظ السيادة عند اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الأذان وفي الإقامة على سبيل الاستحباب. هذا عند متأخر الشافعية، ووافقهم بعض المالكية، ووافقهم بعض الحنابلة، ووافقهم بعض الأحناف. واضح؟ يلا. وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى والله أعلم. والواجب منه اللهم صل على النبي. أقل حاجة، يعني أقل حاجة، لو لا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. صلاة صحب وعلي سكت سابه. يسكت سابه ليه؟ عشان فاته الصلاة على الآل. إيه؟ يبقى أقل حاجة اللهم صل على النبي بس. طب وفين السلام؟ ما انت قايله في الاول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام تقدم. يلا. وان شاء قال صلى الله على محمد، وان شاء قال صلى الله على رسوله، او صلى الله على النبي. ولنا وجه انه لا يجوز الا قوله اللهم صل على محمد، ولنا وجه انه يجوز ان يقول وصلى الله على احمد، ووجه أنه يقول صلى الله عليه والله أعلم. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وهل تستحب؟ فيه قولان، أصحهما تستحب، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح. وقيل تستحب ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يكره لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير والله أعلم. يبقى الصلاة على النبي في التشهد الأول سنة على الوجه الصحيح الراجح دون الآل. يبقى التشهد الأول اللي هو الأوسط بينتهي عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، تقوم تعمل ركعة تانية. كويس؟ طب ما صليتش على النبي في التشهد الأول، تسجد للسهو. فهمت ازاي؟ عند الشافعية كل دي تفاصيل مذهب الشافعية. الصلاة على النبي والآل في التشهد الأخير، الصلاة على النبي ركن، والصلاة على الآل سنة في التشهد الأخير. يلا. باب الدعاء بعد التشهد الأخير. اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف. روينا في صحيحي البخاري ومسلم
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم يخير من الدعاء. وفي رواية البخاري: أعجبه إليه فيدعو. وفي رواية لمسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. يبقى يسلم بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي والآل قبل التسليم أنك أنت تدعو بما شئت قبل التسليم. واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله. لأن اللي قال عليه واجب ولا تصح الصلاة إلا بالاستعاذة من الستة، ابن حزم الإيه وأبو داود الظاهري، المذهب الظاهري، إن لم يستعذ في آخر التشهد قبل التسليم صلاته باطلة. والله من يعوذ كان الكفر والفقر وعوذ كان عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لو ما قالش كده عند الظاهرية قبل التسليم صلاته باطلة. فاهم؟ عشان كده قال لك ليس الواجب عندنا على صح. ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها والمأثورة أفضل. ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن، ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها هنا ما ورد هنا. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في صحيح. ما روينا. أنت ما رويتش أنت البخاري، أنت رويت البخاري. أنا أتكلم على الكاتب الكتاب يا سيدي. هو برضه الإمام النووي ما رواش البخاري. روي البخاري الإمام النووي عن طريق مشايخه. نص ابن الصلاح على كده، يقول روينا. ابن الصلاح في إيه؟ في علوم الحديث تقرأها كده. روينا. يعني رويناها عن طريق مشايخنا. مش رويناه إحنا. إحنا ما رويناش البخاري. إحنا روي إلينا البخاري عن طريق مشايخ. فهمت إزاي؟ بتقول روينا. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم من طرق كثيرة. وفي رواية منها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة، عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. هي تدل على أن الدجال فتنته حق، وأن عذاب القبر حق، خلافة الصحفيين اللي طالعين جديد قاعدين مش عايز معذب قبر، مش عايز مدينه الدجال، وقاعدين يعكروا. ثبت ذلك الحديث رواه الامام البخاري صحيح. والنبي لا يستعيذ من اوهام. فهمت ازاي؟ هيستعيذ من اوهام؟ يستعيذ من عذاب القبر؟ ومش في القبر عذاب؟ هو النبي جانا بالاوهام ولا جانا بالحق؟ وجاء بالحقيقه. فهمت؟ يبقى اما يجي لك واحد بقى زي بتوع اليومين دول يعمل لك برنامج واعي يقول لك مش عذاب قبر واثبت لي واكلي، واخد بالك بلا تلتفت اليه. منهجه باطل يؤدي الى انكار القران والسنه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سيدتنا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله هم بيزعلين بقى من كلمة صحيحي دي، هم عايزين ما يقولوش صحيح خالص. أو الإمام النووي بيقول صحيحي، نمشي ورا الإمام النووي ولا نمشي ورا الصحفيين؟ حاجات غريبة. الأمة كلها بتقول صحيح البخاري ومسلم، كل الأمة إلا حوالي 10 ولا 20 بيقول لك ده مش صحيح. ابعد عن الشذوذ إياك، لأن دول شاذين في الأمة. يلا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ضبطناه ظلما كثيرا. اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. عندك وارحمني؟ أنا عندي وارحمني. يعني ما عندناش هنا الكلمة خلاص، يمكن نص بس. الدعاء المشهور رواية البخاري ما فيهاش وقت. رواية البخاري كده. ما فيهاش وقت كلمة وارحمني. رواية البخاري كده على طول. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور. نراجعها عليا. نراجعها وحد يقول لنا الجمل دي. وفي بعض روايات مسلم كبيرة بالباء الموحدة. يعني ظلما كثيرة، وفي روايات إيه بتظلم؟ ظلما كبيرة. يعني مرة كثيرة. فعند الاستعمال تقول إيه؟ ظلمت ذل نفسي ظلما كثيرا كبيرا. عشان تبقى أخذت روايتي. وكلاهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرا. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مظان الدعاء فيه. في الصلاة هذا الموت. في الصلاة هذا الموت. ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموت. وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود عن أبي صالح ثكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها دندن. الدندن يعني حول الاستعادة من النار وطلب الجنة. قل أي ألفاظ حول هذا المعنى. الدندنة كلام لا يفهم معناه، ومعنى حولها دندن أي حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال استعادة، والله أعلم. ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة خلافا للأحناف. الأحناف عندهم السلام سنة وليس ركن من أركان الصلاة. يعني لو بعد التشهد خرج منك ريح قبل ما تسلم، صلاتك صحت عند مين؟ الأحناف. ما تعيش. فهمت ازاي؟ لأنك تخرج، يعني لو خلصت التشهد واحد دخل عليك كده وقال السلام عليك، قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشرب شاي، ما قلتش السلام عليكم، صحت صلاتك عند الأحناف. فهمت ازاي؟ لأن عندهم السلام سنة. فلو انتقل وضوء أو تكلم أي كلمة أو تحرك أو قام ومشي من غير ما أقول السلام عليكم، صحت صلاته وترك سنة. ده عند الأحناف. عند الجمهور السلام واجب. فهمت؟ تسليمة واحدة هي الواجبة والثانية سنة. تسليمة الأولى هي الواجبة والثانية سنة. يلا. واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ولا يستحب أن يقول معه وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يستحب أن يقول بركاته، لكن لو قال بركاته يجوز. نفي الاستحباب لا ينفي الجواز. يلا. وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد ذكره جماعة من أصحابنا، منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكن السرخسي هو منسوب لسرخس. سرخس مدينة في شمال إيران اسمها سرخسي. بس السرخسي
ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه والله أعلم. وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعة قليلة أو كثيرة في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا ويلتفت بهما إلى الجانبين، والواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فسنة لو تركتها لم يضره. لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ لو اكتفى بتسليمة واحدة يبقى ما يلتفتش. لو اكتفى بتسليمة واحدة يقول السلام عليكم بس في المواجهة، خدت بالك؟ ده لو اكتفى بتسليمة واحدة. لو هقول تسليمتين يبقى يلتفت يمنى ويسرى. يلا ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول السلام عليكم، ولو قال سلام عليكم لم يجزئه على الأصح، ولو قال عليكم السلام أجزأه على الأصح. فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام أو سلام عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين أو قال السلام عليهم لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك. ده كلام تفاصيل في مذهب الشافعي. بيت المذاهب ما تبطلش صلاته بأي صيغة من هذه الصيغ. فهمت ازاي؟ ده مذهب الشافعي. إلا في قوله السلام عليهم فإنه لا تبطل صلاته به لأنه صحيح، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، بالخيار إن شاء سلم في الحال وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأقال ما شاء. يعني متابعة الإمام مطلوبة لحد التسليم، بعد التسليم لك أن تتركه وتستمر في الدعاء وتسلم بعد. باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي رواية في الصحيح إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي رواية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى لو واحد كلمك في أثناء الصلاة وانت ايه ما بتصلي، يعني ما يعرفش انك بتصلي مثلا، فبيكلمك او بيكلمك من حجرة تانية وانت في حجرتك بتصلي وقاعد ينادي عليك وينادي عليك، هو تعمل ايه؟ تقول له سبحان الله، مش تقول له نعم، او بتقول له بصلي استنى شوية، يقول سبحان الله. فاهم؟ يقول سبحان الله. ولو امرأة تعمل ايه؟ تصفق كده، ولو صفقت كده صح، انقصرت التلاعب بطلت صلاة. خلاص الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.